إذا فهاد التمرين كومبليت ليزيكسبرسيون سويفونت. هنا شنو عندنا؟ هنا عندنا كما قلت لكم عدد نضرب في عدد، وهنا حولوا لاج حولوه للمجموع، يعني داروا الديفلوبمون. هنا باش يمكن لينا هنا نلقاو هذا العدد اللي نضرب في اكس، إذا هنا قال لك هذا التعبير هذا يساوي هذا التعبير، بحيث أنا خاص تعمر هذا الخانة هذي، تعمر هذا العدد المناسب. فاش غادي نديرو؟ هنا في الديفلوبمون كيف ما كنعرفو كناخدو كنبداو بالعدد الأول كنضربو في هذا، إذا كنضربو في هذا كنمشيو نفس العدد كنضربو في العدد الثاني اللي هو هذا. ملي كنساليو من هذا كندوزو للثاني، ولا كان حدا شي واحد عاوتاني ملي نساليو من هذا ندوزو للثالث وغاد. هنا 3 إكس نضربو في 3 إكس، يعني 3 إكس مضروبة في 3 إكس، 3 إكس مضروبة في 5، 3 إكس مضروبة في 5، يعني غنضربو 5 في 3 هي 15، غتبقى لي هي زائد 15 إكس، ثم إثنان غنضربها في 3 إكس غتعطيني 6 إكس، وفي الأخير إثنان غنضربها في 5، حيت كيف ما قلت لكم فاش نساليت من هذا 3 إكس ضربتها في 3 إكس هاهي، ثم 3 إكس ضربتها في 5 عطاتني 15 إكس، تساليت من 3 إكس، دابا ندوز لإثنان، إثنان في 3 إكس غتعطيني 6 إكس، دابا إثنان في 5 غتعطيني زائد 10. دابا باش كتبان 3 إكس في 3 إكس هي 3 في 3 هي 9، إكس في إكس هي إكس أو كاري، ثم 15 إكس زائد 6 إكس هي كم؟ يعني عندك 15 إكس بزيد عليها 6 إكس تولي 21 إكس، ثم زائد 10 عطاتنا هي. دابا تبان نفس الطريقة غنخدموها بهادو لي كاينين هنايا، إذا 6 إكس مضروبة نضربوها في 5، ثم 6 إكس نوليو نضربوها في 3 إكس، إذا 6 إكس في 5 هي 30، 30 إكس، 6 إكس في 3 إكس، 3 في 6 هي 18، و إكس في إكس هي إكس أو كاري، باش تبان ليكم نكتبوها عاد من بعد نختزلوها، 6 إكس غنضربوها في 3 إكس، ثم 3 ندوزو 3 في 5 هي 15، ثم 3 في 3 إكس اللي هي 9 إكس. هنا فاش كنبغيو نقصو من الحدود ولا نقصو من لي تيرم، هنا عندنا هنا عندنا إكس في إكس، إذا هنا عندنا إكس أو كاري، وهنا عندنا غير إكس، وهنا عندنا غير إكس، هنا ما عندناش كاع إكس، إذا عندنا 4 ديال الحدود، الحد الأول فيه غير فيه إكس، إكس مضروب في عدد، الحد الثاني راه فيه إكس أو كاري، حيت إكس مضروب في إكس غتعطيني إكس أو كاري، الحد الثالث ما فيهش إكس، الحد الرابع فيه إكس، ألوغ هذا الحد مع هذا الحد غنجمعوهم، هادو هما لي كيتشابهو، هنا عدد نضرب في إكس وهذا عدد نضرب في إكس، 30 من إكس ونزيد عليها 9 من إكس غتولي 39، 39 إكس، ثم 6 إكس مضروبة في 3 إكس، 6 تضرب في 3 تعطيني 18، وإكس تضرب في إكس غتعطيني إكس أو كاري، والعدد اللي بقى لينا بوحدو هنايا هو 15، إذا كتبناها بأقل ما يمكن من الحدود، نفس الطريقة غنتابعوها في هاد، 5 غنضربوها في 2، من موراها نضربوها في 2 إكس، غنضربوها في العدد الأول والعدد الثاني، 5 في 2 هي 15، عفوا 10، 5 في 2 إكس، ثم دابا ندوزو للمرحلة الثانية، 5 إكس نضربها في 2، ثم ندوزو للمرحلة الثالثة اللي هي 5 إكس نضربها في 2 إكس، إذا هنا غتولي عندنا العدد مكينش عدد أخر لي نجمعو معاه غيبقى هو هو، عندنا 4 ديال الحدود هنا عاوتاني، الحد الأول، الحد الثاني، دابا عندنا زائد تفرق ليا الحدود، الحد الأول، الحد الثاني، الحد الثالث، الحد الرابع، الحد الأول عدد، الحد الثاني عدد نضرب في إكس، الحد الثالث هو عدد نضرب في إكس، ألوغ هذا، هذا مع هذا الحد غيتبتدلو مع بعضياتهم أو يتجمعو، وهنايا الحد الأخير فيه إكس نضرب في إكس، إذا مكينش شي حد آخر لي يمكن لي نحتدلو معاه،
بدو بهذا 5 في 2 اكس هي 10 اكس 5 اكس في 2 حتى هي 10 اكس 10 اكس زائد 10 اكس هي 20 اكس ومن بعد 5 اكس في 2 اكس 5 بجوج تضرب تولي 10 و اكس في اكس هي اكس وكار العملية الثالثة الرابعة كذلك نفس نفس الطريقة x تضرب في 3 x ومن موراها تضرب في 5 اذا x في 3 x تعطيني دابا ندير نكتبوها نيشان x في 3 x x مضروبة في x هي x او كاري وعاد مضروبة في 3 هي 3 x او كاري ضربت x في 3 x x تضرب في x تولي x او كاري و 3 ديجا كانت عندنا دابا x نضربوها في 5 هي ممكن نديرو الضرب ما بين هذا الحرف تولي هي 5 x ثم ندوزو للعدد الثاني 6 مضروبة في 3 x 6 في 3 هي 18 هي 18 x ثم 6 نضربوها في 5 غتعطيني 30 دابا بإمكاننا نجمعو الحدود اللي كيتجمعو مع بعضياتهم 3 x أو كاري ما كاينش شي طرم فيه x أو كاري من غير هذا إذا هنا 3 x أو كاري 5 x بليس 18 x غتعطينا هنايا 23 بليس 30 ليكزارسيس 12 ركوبي اي كومبليت الى لاحظتوا معايا ليكسبرسيون اللي عندي في ا 3 اكس او كاري بليس 3 الفاكتور كومان هنا اللي عندي هو 3 ديجا غنعملو به هنايا كاين هنا شنو غنحط هنا الوغ هنا عندي 3 في اكس او كاري إذا كان هذا هو العامل المشترك فكنحيد العامل المشترك نشوف شنو بقى ليا عندي هنا دو تيرم التيرم الاول نحيت منه 3 تبقى ليا تبقى ليا اكس او كاري التيرم الثاني فيه غير 3 دائما عدد دائما كيكون مضروب في واحد لان فاش كضرب في واحد كيغير والو هنا 3 الا حيدنا 3 ما كيبقى صفر كيبقى واحد لان 3 راه مضروبه في واحد حتى شاف واحد راه هي 3 اذا 3 راه مضروبه في واحد حيدنا 3 كيبقى لي هنا واحد هنا كذلك عندنا فاكتور كومون اللي هو تي حيت هنا تي فوا تي وهنا عندنا تي فوا ان اذا تي فوا تي لحيت وحده منهم لحيت وحده من هادو غتبقى ليا وحده ثم هنا تي فوا ان لحيت تي غتبقى ليا موان زان على حسب كانت عندك بليس هنا غتكون عندك بليس كانت عندك هنا الموان غتكون عندك الموان هنا عندنا 15 ا كاري بليس 10 ا يعني كيف بغاوك تعطيه تعطيهم العدد اللي عملوا به لو هنا كانت عندي 15 ا كاري اش بقات لي هنا 3 ا كنفكر شنو العدد اللي يمكن نضربو في 3 ا يعطيني 15 ا كاري باش تولي عندي ا كاري خاصني ا اذا ا هي ا بانت لينا كاينه ا ثم 3 فاش يمكن نضربو باش تعطيني 15 غنضرب 5 اذا العامل المشترك هنا كان هو 5 ا طريقة أخرى تقلب على العامل المشترك هنا العامل المشترك ما بين هذا كاين أ كاين أ وهنا 5 في 3 وكاين 5 في 2 إذا 5 حتى هو عامل مشترك خدموا بزاف على الديفلوبمون باش يمكن لكم تخدموا الفاصيل أن الديفلوبمون مهمة بزاف في المسار ديالكم الدراسة عندنا هنايا إكس بليس 4 فوا إكس بليس 2 إكس بليس 4 فاكتور دو x بليس 2 alors نبدا بالعدد الاول نضربو فيهم بجوج x فوا x غتعطيني x او كاري x فوا 2 2x 4 فوا x هي 4x ثم 4 فوا 2 8 x او كاري مع 8 مكيتجمعوش مع لي تيرم الاخرين علاش لان هنا التيرم مع التيرم بحال بحال هنا عدد نضرب في اكس عدد نضرب في اكس هنا عندي اكس او كاري ماشي اكس وهنا ما عنديش اكس نهائيا الو انا 2 اكس بليس 4 اكس هي 6 اكس بليس 8 نفس الطريقه غديروها هنا اكس فوا 0.5 غتعطيني 0.5 اكس اكس فوا اكس هي اكس او كاري ثم ندوزو للعدد الثاني 2 فوا 0.5 غتعطيني هي 1 2 فوا x هي 12x ثم هنا x او كاري
maintenant je mets un numéro, on a 0,5 plus 2 et hop 2,5 x plus 1. 9 par la fin, non? Moins 2 fois t, moins 2. Moins 2 t, moins 2 fois 4, il y a moins 8. Là, on a fait le jouda. Quand on a fait le jouda, on a fait le jouda. Est-ce qu'on a fait هذا السالب وهذا موجب كنحط الاشاره ديال السالب هذا السالب وهذا موجب كنحط الاشاره ديال السالب موجب في موجب كيكون موجب الوغ هنا تي مضروبه في تي تعطيني تي او كاري موجبه ثم تي فوا 4 موجب في موجب كيعطيني موجب تعطيني 4 تي ثم نقدر نبدا باش ما بغيت نبداو دائما بالتيرم ديال الاس ديالو كبير تي او كاري ثم موان 2 تي بليس 4 تي يعني موان 2 بليس 4 موان 2 بليس 4 هي 2 يعني بيس 2 تي موان 8 تقدر كاع تبدلهم اذا كانت موان 2 بيس 4 جات صعيبه بدا ب 4 هي الاولى 4 موان 2 هي 2 ثم 2 تي فوا 4 فوا 5 تي هي 2 فوا 5 هي 10 تي فوا تي هي تي او 4 ثم ندوزو الحال المرحله الثانيه 2 فوا 2 تي فوا 1 هي 2 تي بليس 5 فوا 5 تي هي 25 تي بليس 5 فوا 1 هي 5 درنا هذا في هذا قبل كنا ضربنا هذا في هذا ومن بعد ضربنا هذا في هذا كملنا من 2 تي مشينا ل 5 ثم ضربناها في هذا ومن بعد ضربناها في هذا دابا غنشوفو لي تيرم لي بحال بحال تي او كاري عندنا غير وحده دونك هنا غنعاودوها ما تجمع مع حتى شي وحده 2 تي بليس 25 تي هي 27 T plus 5. 1 sur 2A fois A. Alors, on va faire le loul. D'ailleurs, on a deux termes. On a deux termes. Donc, on va faire le terme loul. On va faire le terme. L'équilibre. Tu vois, on va faire le terme chain. On va faire A fois A. Parce qu'on va faire le juge. 1 sur 2A carré. On va faire 1 sur 2A fois 1 sur 2. Grâce à ta ligne. Fois A, tu m'as dit non? Plus 1 fois A, il y a plus A. Tu m'as dit, la fin, 1 sur 2. Attends, il y a 1 sur 2. Tu m'as dit, je m'as dit, liquide, je m'as dit, je m'as dit, 4 termes. Terme l'eau fait A carré. Terme tchani fait rire A. Terme tchani fait rire A. Terme tchani, alors après, ma fiche. Ma fiche A. Alors, A carré. غتبقى كيف ما هي هنا عندنا واحد على جوج في واحد على جوج او جوج في جوج على تعطيني 4 غتعطيني هي واحد على 4 ا زائد واحد على جوج ثم 1 سيغ 2 ا كاري بليس 1 سيغ 4 بليس 1 غتعطيني هنايا الا وحدنا المقام واحد على 4 زائد واحد غتعطينا هنا 4 1 زائد 4 نضربها في ا ثم زائد واحد على اثنان الاخير هذه هي خمسه هذه هي خمسه على اربعه خمسه على اربعه ا زائد واحد على اثنان ثم ندوزو للمرحله او العمليه الاخيره عندنا موان 4 غنضربوه موان 2 ثم نضربوه 5 ا دوزو 2 ا نضربوه في موان 2 ونضربوها 5 ا Moins 2 fois moins 2. Moins 4 fois moins 2. Moins 4 fois moins 2. Il y a 7 et 7 qui sont en train de bouger. Moins 4 fois moins 2, il y a 8. Tu vois, moins 4 fois 5 a, il y a 7 et 7. Pour chercher les charges, il y a 7. Moins 4 fois 5 a, il y a moins 20 a. Tu vois, 2 a fois moins 2. 7 et 7 qui sont en train de bouger. 7 et 7. غتعطينا هنا موان 4A ثم بليس 2 فوا 5A هي بليس 10 أكار هنا باينين لي غادي يتجمعو مع بعضياتهم هما هاد الجوج لأن هنا أكاغي وهنا مفيهاش أ ألوغ هادو مكاينش شي حاجة بحالهم لأن يمكن تختزل أو تجمع معاهم فهنا نبداو بثمانية نخليوها ثم موان 20A موان 4A هي موان 24
A, ثم F10 A كار. Cette figure est là 4 angles droits. Alors, c'est un rectangle. D'où cette diagonale sous en leur milieu. Donc, OV est égal. OV est égal à OR. Parce que O est le milieu du segment VM. Égal OR est égal 4,2 cm. La deuxième, les diagonales d'un rectangle sont égales alors VR est égal ET. VR est égal 2 OR parce que O est le milieu du segment VR. Alors, OV est égal à OR et VR est égal à VO ou bien OV. Est égal à VO. Est égal à 2 fois 4,2 est égal à 8,4 cm. L'angle RVT, RVT et l'angle RVE sont complémentaires parce que la somme est égale à 90 degrés. Donc, RVT plus RVE est égal à 90 degrés. RVT est égal à 90 degrés moins la mesure de l'angle RVE. C'est égal à 90 degrés moins 35 degrés, c'est égal à 55 degrés. OVE est un triangle isocèle en O. Parce que les deux côtés, OE et OV, sont égales. D'où, et les deux angles sont égaux. Néanmoins, OVE est égal à OEV. Est égal 35 degrés. Alors, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que
هاد الاضلاع هادو متقايسين، الوغ هاد الزوايا بجوج غادي يكونوا متقايسين. كذلك هنا هاد الضلع هذا يساوي هاد الضلع، كذلك هاد الضلع حتى هو كيساوي هاد الضلع. وكنعرفوا بلي المستطيل يكون عنده هنايا هاد المسافة كتكون كتساوي هاد المسافة، وهاد المسافة كتكون كتساوي هاد المسافة. شو لي تريانغلي إيزوسيل دو سو ريكتانغل On a 4 triangles isocèles. Le triangle VOE, parce que OE est égal à OV. Le triangle EOR, parce que OE est égal à OR. Le triangle ROT, parce que ER est égal à ET. OT. Le triangle OVT, parce que OT est égal à OV. Maintenant, 4, non. L'oul voit V O E Chani E O R Chalch R O T E O T V Tous les triangles rectangles de ce rectangle est Le triangle TVE Le triangle VER Le triangle ERT Et le triangle RTB.